بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الخاص بالدوائر الإلكترونية بيكون من جزئين أساسيين. الجزء الأول اللي هو الأوبريشنال أمبليفاير، والجزء الثاني اللي هو الباور إلكترونيكس. بارت 1 اللي هو الأوبريشنال أمبليفاير ده احنا أخدنا درسناه في الكلية من واحد كده لغاية صفحة 30، هنعيد عليه تاني بسرعة قبل ما ننتقل للجزء الجديد. الأوبريشن أمبليفاير أو اختصارا بيكتب أوب أمب هو عبارة عن انتجريتد سيركت، بتستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، وأشهر العناصر الموجودة في الإلكترونيكس هو الأوب أمب. من ضمن التطبيقات اللي هو الاوب امب بيستخدم فيها، بيستخدم كامبليفاير، كاوسيليتور، انتجريتور، ديفرنشيتور، بيستخدم كفلتر في كل لو باس، هاي باس، باند باس الى اخره. بيستخدم في الديجيتال تو انالوج كونفرجن، الانالوج تو ديجيتال، الاديشن اند سبتراكشن، اند ويف شيبنج. الاوبريشن امبليفاير فيه الحقيقه عديد من الانواع، فمن اشهر الانواع وابسطها اللي هو 741 سي، وده ليه 8 بينز زي ما هو موجود كده في شكل واحد قدامكم في فيجر 1. ملاحظه صغيره، احنا لما بنيجي نحدد الارقام بتاع البينز بنحط الاوب امب بحيث المارك تبقى جهه اليسار، وبعدين بنعمل كاونت من أسفل من أقصى اليسار، يبقى عندنا 1 اللي هو آخر الطرف رقم 1 اللي هو أسفل على الإيد اليسرى، اللي هو يبقى 1، وبعدين 2 3 4 في اتجاه عكس عقارب الساعة. نرجع بقى كل طرف من دول بيستخدم إزاي. بنعود إلى الداتا شيت مرة تانية بتاع الأمبليفاير، بنلاقي إن في الصفحة رقم 1 في الداتا شيت هنلاقي البين كونفجريشن. الديفايس هاز تو انبوتس. أول حاجة اللي هو الانفرتنج انبوت اللي هو بين 2، والنون انفرتنج انبوت اللي هو بين 3. الاوتبوت عندنا 1 اوتبوت اللي هو على الطرف 6. الباور سبلاي خلافا للترانزستور الذي يستخدم باور سبلاي واحد، والباور سبلاي بيبقى موجب او سالب حسب اذا كان ان بي ان او بي ان بي. الانتجريت سيركت الاوب امب بيستخدم 2 باور سبلاي، بلس في اس على بين 7 وماينس في اس على بين 4. السبلاي فولتج بيتراوح من 12 الى 15 فولت، ممكن طبعا لغايه 9 فولت بيشتغل في يمشي يعني. الاوفست كومبنسيشن عندنا بينز 1 و5، دول لهم استخدام خاص اللي هم بيعملهم بنستخدمهم عشان نعمل بالانس للاوبريشنال امبليفاير، او نخلي الاوتبوت فولتج بيساوي زيرو في حاله لما يكون الانبوت فولتجز بيساوي زيرو او الانبوت تيرمينالز جراوندد. فهو ده الوظيفه بتاعتهم. احيانا بنبقى محتاجين نعمل اوفست كومبنسيشن، احيانا مش بنبقى محتاجين نعمل. في حاله احتياجه فهو بيتعمل من على بين 1 و5 زي ما هنشوف فيه من بعد. البين 8 ده يوجوالي ليفت اوبن سيركت، مش ما هوش مستخدم. في بعض الاحيان بيستخدم في الفريكوانسي كومبنسيشن. هنروح بقى لحاجه غريبه شويه اللي هي السيمبل. يعني ايه سيمبل؟ كل الانتجريت سيركت ملهاش سيمبل، كبيرها وصغيرها بيترسم على شكل بلوك، والاطراف بتاعته متوصله في السيركتري في الوايرنج دايجرام، ما عدا الاوب امب. الاوب امب له رمز زي الار والال والسي بالضبط، وزي الترانزستور رمز مميز مختلف عن كل العناصر الاخرى، وهو عباره عن مثلث. اطراف الدخل 2 و3 بتبقى من على القاعده بتاع المثلث، والاوتبوت من على راس المثلث اللي هو 6. طرفي الدخل واحد منهم ماركت ماينس
واحد منهم ماركت بلس. الماينس او النيجاتيف ساين بتنديكيتس الانفرتنج انبوت، والبلس ساين بتنديكيت النون انفرتنج انبوت. نيجي بقى نشوف الباور سبلاي، التو باور سبلايز متوصلين ازاي. رجل البن 7 واصله بالبوزيتيف تيرمينال بتاع السبلاي في اس، والنيجاتيف واصله للجراوند. اما بالنسبه لاربعه فالنيجاتيف تيرمينال واصله مباشره للاربعه والبوزيتيف واصله للجراوند. يبقى كده هو واخد بلس في اس من على 7 وماينس في اس على الطرف 4. النقطه الصفحه اللي بعد دي على طول في الداتا شيت هنلاقي البروبرتيز، ايه الخواص. طبعا في اختلاف الخواص ما بين الاوب امبس وبعضها، لكن احنا هنتكلم سبيسيفيكالي على النوع اللي هو 741 اللي احنا هنعمل عليه الشغل في المعمل. فالاوب امب ليه ثلاثة important properties. أول واحدة وأهمها إن الـ open loop voltage gain كبير للغاية 2 × 10^5، يعني الـ output voltage V0 مقسوم على الـ input voltage ما بين 2 و3 مقداره 2 × 10^5. الـ input resistance very large 2 × 10^6 ohm أو 2 mega ohm. على العكس الـ output resistance very small، الـ R output بتساوي 6 ohm. الـ properties الثلاثة بيعتبروا ideal بالنسبة لأي amplifier. يعني عايزين نشوف من الـ properties الثلاثة دول هنستنتج 2 rules مهمين قوي. الرسمة اللي قدامنا في فيجر 3 بتقول ان اللي هو المثلث الانبوت عليه E اللي هو فرق الجهد بين النقطة 2 والنقطة 3، والكرنت سمول I هو التيار اللي داخل الامبليفاير. الاوتبوت فولتج اللي هو الفي نوت، الاي في اللي هو الفولتج جين. بطبيعة الحال بتعريف الفولتج جين هو الفي اوت على الفي انبوت، اللي هو في الحالة بتاعتنا هيبقى في نوت على E، او ان الاي تبقى في نوت على اي في. لما نيجي نبص اقصى قيمه الاي تبقى كام؟ لا، اقصى قيمه اي ماكسيمم تبقى لما يكون الفي نوت اكبر حاجه والمقسومه على الاي في اللي هو ثابت. الفي نوت اللي هي اقصى حاجه لها هو السبلاي فولتج، هتبقى زائد 15 او ناقص 15، والاي في 2 × 10^5. هنشوف الرقم ده يطلع كام، 7.5 × 10^5 فولت او 75 مايكرو فولت، is almost zero, very small value. الرول رقم 2 the current I اللي هو small I هو E على الـ R input. انهي R input؟ الـ input resistance بتاع الامبليفاير اللي احنا لسه قايلينها من شوية 2 × 10^6. فهيبقى عندنا 57 × 75 × 10^6 على 2 × 10^6 هتطلع تقريبا برضو صفر. يبقى التو بيزك رولز اللي احنا هنعمل بهم اناليسيس وديزاين لكل دوائر الاوب ام مهما كانت هي، رول رقم 1 الاي اولموست زيرو، الرول 2 سمول اي اولموست زيرو. التو رولز دول بيبدو في منتهى البساطة ولكنهم في منتهى الأهمية في معالجة. ملاحظة صغيرة هنقولها لكم بالنسبة بناخدها من الهندسة الكهربية، لو كان عندي نقطتين اكس وواي في أي نقطتين على أي دايرة وبوصل الأفوميتر ما بين الاكس والواي، هو لا بيقرا الابسوليوت فاليو بتاع اكس ولا ابسوليوت فولتج بتاع واي، هو بيقرا البوتنشال ديفرنس بتوين اكس اند واي، اللي هو بيقرا ايه؟ بيقرا في اكس ماينس في واي او في واي ماينس في اكس حسب التيرمينالز. لما نيجي نبص الديفايس الافوميتر هيقرا زيرو في حاله ما يكون الفي اكس ايكوال في واي، بغض النظر عن القيمه المطلقه لهم. يعني ممكن ال VX وال VY يكونوا زيروز يقرا زيرو. لو كان VX ب 100 فولت و VY ب 100 فولت برضه ال VXY هيطلع زيرو. الملاحظه ديت نخلي بالنا منها.
ونشوف الامبليفاير احنا بنوصله ازاي. الامبليفاير الاوب امب بيتوصل in one of two modes، واحده من الطريقتين او من الشكلين. المود الاولى او الشكل الاول اللي احنا بنسميه الانفرتنج مود او الانفرتنج امبليفاير، بيبقى ازاي؟ الانفرتنج امبليفاير بيبقى واصل مقاومه هنسميها ار اف ما بين النقطه 6 اللي هي الاوتبوت والانبوت، نتيجه انها متوصله بين الاوتبوت والانبوت بنقول عليها فيدباك ريزيستنس. والنقطه الثانيه واصله من طرف اتصال ار اف بالنقطه 2 ومتوصله على مقاومه هنسميها ار اس، وبعد كده السيجنال جنريتور في اي موجود. الطرف 3 بيبقى جراوندد. يبقى الملخص بتاع توصيل الانفرتنج ان الطرف الموجب بيتوصل بالارض، الطرف السالب بيتوصل بالسبلاي من خلال مقاومه. المقاومه ار اف بقى في كل الكونكشنز فيما عدا استثناءات هنشوفها فيما بعد بتتوصل من الاوتبوت تيرمينال 6 للنيجاتيف او الانفرتنج انبوت 2. عايزين نحسب الفولتج جين. نحسب الفولتج جين ازاي؟ في نوت على في اي. هنستخدم التو بيزك رولز اللي هم ايه؟ اللي هم الرول رقم واحد ان الاي ايكوال 0، ودي تعني ان في اكس ايكوال في واي. طالما النقطه اكس واصله بالجراوند يبقى النقطه يعني وده 0 فالفي واي برضه هيبقى 0. نتنقل بقى لحساب التيار اي 1. التيار اي 1 هو التيار اللي ماشي في المقاومة ار اس من اليسار لليمين، فمن اليسار لليمين يبقى الفي اي ماينس في واي على ار اس، ونتيجة ان في واي بزيرو هيبقى في اي على ار اس. التيار اي 2 هيبقى في واي ناقص في نوت على ار اف، اجين ات از سالب في نوت على ار اف. الرول رقم 2 بتقول ان سمول اي بيساوي زيرو. النود اكويشن عند النقطة واي بتقول ان اي 1 ده التيار اللي داخل النود، واللي خارج من النود سمول اي بلس اي 2، فهم التيارين دول قد بعض، لان المفروض ان سامينج ذا كرنتس عند اي نود بيساوي زيرو. ده قانون كيرشوف بالنسبة للتيارات. نتيجة ان سمول اي بزيرو هيبقى كابيتال اي 1 هيساوي اي 2، ومن المعادلة 1 و 2 هيطلع في اي على ار اس بتساوي سالب في نوت. نروح بقى نشوف. يبقى ال V out على ال V input ال voltage ratio سالب RF على RS. هناخد comments. أول حاجة الإشارة السالبة بتعني إيه؟ بتعني أن هناك phase shift بين ال input وال output مقداره 180 درجة، إذا كان ساين ويف أو AC signal، وبيبقى فيه ساين reversal لو كان DC. الملاحظة الثانية ان الفولتج ريشيو بتعتمد على نسبة الـ RF للـ RS، لا تعتمد على القيمة المطلقة لأي منهم. اوكي؟ الفولتج جين ليس هو في نوت على في اي، انما هو الماجنتيود بتاع الفي نوت على الفي اي، الموديولس. فالـ AV هو الموديولس بتاع في نوت على في اي هيساوي RF على RS. الفولتج جين دائما كمية موجبة، لكن الفولتج ريشيو ممكن تبقى سالبه او موجب. نرجع بقى ناخد نشوف مثال كده. لو عايزين نصمم امبليفاير التكبير بتاعه 5، يعني عندي اشاره عايز اكبرها 5 مرات. كل المطلوب ان احنا ننقي مقاومتين، اي مقاومتين ار اف وار اس، بحيث النسبه بينهم تبقى 5. يعني لو ار اف ب 10 كيلو وار اس ب 2 هتبقى الريشيو 5، ولو ار اف ب 15 وار اس ب 3 برضه النسبه هتبقى 5. في كل الحالات الكلام ده بيمشي. فعشان اصمم امبليفاير مفيش اي تعب على الاطلاق، غير ان انا اختار مقاومتين يدون النسبه بينهم دلوقتي لو الفي اي بيساوي 2 فولت في المثال اللي فات ده، هيبقى الاوتبوت بيساوي سالب 5 في 2 هيبقى سالب 10. نلاحظ انها تكبرت، الاشاره دي سي تكبرت 5 مرات، بس الزائد بقت نيجاتيف. لو خدنا مثال، لو خدنا اشاره
سينوسويدال في اي بتساوي 2 ساين اوميجا تي، هيبقى الاوت بيساوي سالب 10 ساين اوميجا تي. الرسمه اللي قدامنا في فيجر 6 بتقول ان الانبوت عباره عن ساين ويف والاوتبوت برضه ساين ويف. الاثنين لهم نفس الفريكوانسي. الاوب امب ما بيغيرش الفريكوانسي بتاع الانبوت سيجنالز لانه هو بطبيعته هو لينير سيركت، فمفيش فريكوانسي تشينج. الحاجه الثانيه ان الفي اي والفي نوت بينهم فيز شيفت 180 درجه. في بعض ملاحظات بقى هنشوفها مع بعض على واحنا شغالين في المعمل. ممكن نبص نلاقي ان الاشاره بتاعت الاوتبوت كليبد، يعني الاطراف بتاعتها متشاله، وانها بتبدو كشبه منحرف مش ساين ويف، واحيانا بتبدو كما لو كانت سكوير ويف. السبب ايه؟ السبب ان لو انا خدت اشاره 4 ساين اوميجا تي، جيت كبرتها 5 مرات بقت سالب 20 ساين اوميجا تي. الاوب امب او اي امبليفاير استحاله يدي اوتبوت اكبر من الدي سي سبلاي ابدا. فلو انا حاطط الدي سي سبلاي 10 فولت هوصل اخر حاجه في الموجب والسالب هيبقى زائد 10 وناقص 10. لو حطه 15 يبقى زائد 15 وناقص 15. طب هيعمل ايه في حاله لو الاشاره هتحاول تبقى اكبر من كده؟ كل اللي هيعمله ان هو هيشيل الاطراف. فممكن حضرتك تبص في الاسلسكوب في المعمل وتلاقي ان الاوتبوت فولتج ما هوش مظبوط، ما هوش ساين ويف على الاطلاق. النون انفرتنج موديل دي المود رقم 2، احنا خدنا المود رقم 1 اللي هي الانفرتنج، المود رقم 2 النون انفرتنج. هي فورم واحده اللي هتحفظوها في الذاكره اللي هي الانفرتنج مود. وبعدين عايزين نحوله لنون انفرتنج هنروح جايين على المقاومة ار واحد مكان السيجنال جنريتور نشيله ونحط جراوند، وبعدين نوصل السيجنال على واي. بقت الطرف السالب هو اللي جراوند والطرف الموجب هو اللي عليه الاشاره، فاحنا بقينا كده ايه؟ نون انفرتنج. المفروض الاوتبوت والانبوت يبقوا في نفس الفيز. طب تعالوا نشوف الحكايه دي تنعمل ازاي. مره اخرى احنا هنلاقي هنطبق النوتيشن اللي هي سمول اي ايكوال سي، اي اللي هي في اكس ماينس في واي. فاي بتساوي زيرو معناها ان في اكس بتساوي في واي. المره دي الواي ما هيش جراوندد، الواي الجهد بتاعها بيساوي في اي، وبالتالي في اكس هتبقى تساوي في واي تساوي في اي. الكرنت كابيتال اي 1 عباره عن زيرو ماينس في واي على ار 1. الكرنت اي 2 هيبقى في اكس ماينس في نوت على ار 2. وكل من في اكس وفي واي هيساوي ناو اي 1 هيساوي 0 ماينس في اكس على ار 1، اي 2 هتبقى في اكس ماينس في نوت على ار 2. الفي اكس هحط مكانها في اي، هيبقى المعادله تبقى سالب في اي على ار 1 هيساوي في اي ناقص في نوت على ار 2. نشوف بقى لو ضربنا المعادله دي في الطرفين في ار 2 ورحلنا الاشارات المتغيره حوالين الايكواليتي ساين، هنلاقي ان الاي في الفي اوت بيساوي 1 زائد ار 2 على ار 1 في الفي اي. اما نبص هنلاقي ان الريشيو ار 2 على ار 1 موجود، هي اللي بتحدد الجيت، بس مضاف اليها 1، يبقى ار 2 على ار 1 بلس 1. الملاحظه الثانيه ان احنا هنلاقي ان الاشاره موجبه، يعني مفيش فيز شيفت. ناخد اكزامبل صغير كده. لو عندنا ار 1 بتساوي 2 كيلو وار 2 بتساوي 10، هيبقى الاي في اي في بتساوي ار 2 على ار 1 زائد 1، هتبقى 5 زائد 1 هتبقى 6. لو في اي بيساوي 1 ساين اوميجا تي هيبقى الاوتبوت فولتج هيبقى 6 ساين اوميجا تي. هنبص على الرسمه اللي في الفيجر هنلاقي ان الاوتبوت فولتج اكبر كماجنتيود من الانبوت بست مرات، لكن الاوتبوت والانبوت الاثنين ان فيز. هناخد دلوقتي الفولتج فولور. الفولتج فولور هو شبيه بالاميتر فولور اللي احنا درسناه قبل كده في الترانزستور. وفي الاميتر فولور الاوتبوت والانبوت قد بعض، لكن الدايره بتشتغل بفر. نفس الكلام هنا، الفولتج فولور الانبوت والاوتبوت زي بعض، وكلمه فولور معناها ان الاوتبوت يفولو الانبوت،
الاوتبوت فولتج بيفولو الام، يعني بيمشي زيه بالضبط. لكن كل اللي بيحصل ان الدائره دي بتشتغل كبفر ما بين مرحلتين، واحده منهم الاوتبوت ريزيستنس بتاعتها صغيره والثانيه الانبوت ريزيستنس بتاعتها كبير. فبنحط المرحله الاولى بدل ما توصل مباشره على المرحله الثانيه، المرحله الاولى توصل على في اي، المرحله الثانيه الانبوت بتاعها يتوصل بالفي نوت. ايه بقى سر الرسمه اللي موجوده دي؟ يعني هرجع كده للفولتج جين اي في بتاع النون انفرتنج مود، هلاقي 1 زائد ار 2 على ار 1. لو بصينا على المعادله، لو كان ار 1 بتساوي ما لا نهايه، يعني ايه ار 1 بما لا نهايه؟ يعني اوبن سيركت، المقاومه بقت مفصول. ار 2 بيساوي 0، يعني بقت شورت سيركت. يبقى لو ار 1 اوبن او ار 2 شورت او الاثنين حصلوا مع بعض، هيبقى الاي في بتساوي 1، وهو ده اللي موجود في الدايره. المقاومة الفيدباك اللي هي كانت ار 2 بقى مكانها سلك، والمقاومة ار 1 اللي هي كانت من نقطة 2 للجراوند بقت اوبن سيركت شيلناها، والانبوت فولتج واصل على الطرف المول. الحقيقة دايرة البفر ديت في غاية الأهمية في الدوائر الالكترونية.